بص يا سيدي، قصة رايا وسكينة اتقدمت في أكتر من عمل فني، مثلا فيلم رايا وسكينة واللي تم إنتاجه سنة 1953 واللي كان بطولة زوزو الحكيم ورأي إبراهيم وأنور وجدي. الفيلم كان تأليف نجيب محفوظ، بعدها رشق كبير الترندات في الوقت ده إسماعيل ياسين يقابل رايا وسكينة واللي كان سنة 1955، وكان بنفس الأبطال بس كان معاهم إسماعيل ياسين وعبد الفتاح القصري. بعدها ب 30 سنة يتعمل فيلم تاني باسم رايا وسكينة. الفيلم كان بطولة شيرهان ويون الشلبي، وبعدها بفتره تتعمل المسرحيه الكوميديه رايا وسكينه واللي كانت بطوله شاديه وسهير البابلي واحمد بدير وعبد المنعم مدبولي، وسنه 2005 يتعمل مسلسل درامي بنفس الاسم وكان بطوله سمايه الخشاب وعبله كامل. الجديد بقى ان في فيلم بيتعمل اسمه براءه رايا وسكينه. الفيلم تاليف السيناريست احمد عاشور وبطوله وفاء عامر وحوريه فرغلي. المؤلف طلع في 2015 وقال ان رايا وسكينه كانوا ابطال ثوره 19، فانا حبيت اعرض عليكم الحكايه، فعايزك كده تركز واسمع مني. بدأت القصة سنة 1920 في حي اللبان في اسكندرية، واللي يعتبر واحد من أفقر الأحياء في اسكندرية. رايا وسكينة خطفوا وقتلوا 17 سيدة، وده كان بمساعدة أزواج رايا وسكينة، ده غير كان بلطجي كان شغال معاهم. رايا وسكينة دفنوا الضحايا في بيتهم. الكلام ده حصل وقت ما اسكندرية كانت منتفضة ضد الإنجليز، فما كانش في حد مركز معاهم. رايا وسكينة أصلهم صعيدي، سافروا اسكندرية وعاشوا فيها لمدة 3 سنين. رايا اتجوزت واحد اسمه حسب الله، أما سكينة فاشتغلت في الدعارة في الوقت ده كانت مرخصة، لكن يقال ان سكينة كانت شغالة من غير ترخيص. المهم ان سكينة اتعرفت على راجل وحبته، وبقى الاربعة ومعاهم اتنين بلطجية شغالين في خطف الستات. الاتنين دول عرابي حسان وعبد الرازق يوسف، كانوا بيستدرجوا الستات من الاماكن الزحمة زي سوق زنقة الستات واللي موجود جنب ميدان المنشية، واللي يعتبر اشهر الاماكن اللي استخدمتها العصابة. رايا وسكينة كانوا بيختاروا الضحية على اساس الذهب اللي كان ظاهر منها، وتروح رايا تكلمها لحد ما تكسب بالثقة من الضحية، وبعد كده تبتدي تعرض جزء من البضاعة، وبعد كده تاخدها رايا لحد بيتها بحجة ان هي عايزة توريها باقي البضاعة، وهناك الضحية تلاقي باقي العصابة مستنياها علشان يقتلوها وياخدوا الذهب بتاعها، وبعد كده يدفنوها تحت البيت. اول بلاغ اتقدم للشرطة كان عن طريق واحدة اسمها زينب حسن. البلاغ كان سنة 1920. زينب كان بتبلغ عن اختفاء بنتها. زينب كانت شاكة ان بنتها اختفت بسبب الذهب اللي كانت لابساه. البلاغ التاني كان في شهر مارس من نفس السنة، واللي قدمه واحد اسمه محمود مرسي، وكان مبلغ على اختفاء اخته، وكان قايل في التحقيق ان اخر حد شاف اخته كانت مع رايا وسكينة، لكن الشرطة استبعدتهم من التحقيق. البلاغ الثالث كان من بنت عندها 15 سنة. البنت بلغت عن اختفاء امها، وبرضه قالت في التحقيقات ان اخر حد شاف امها كانت مع رايا وسكينة. بعد كده تكتر البلاغات عن اختفاء الستات في اسكندرية، وده خلى في حالة رعب بين اهالي المدينة. يجي يوم 11 ديسمبر سنة 1920، كان في عسكري دورية ماشي جنب بيت رايا وسكينة. العسكري لقى بقايا جثة لست مرمية في الشارع. طبعا الدنيا ولعت في اسكندرية، وهنا تيجي الخبطة التانية. راجل شرطة يبلغ انه لقى بقايا عظم بشري في بيته. الضابط اللي كان بيحفر علشان يدخل مية للبيت، البيت اللي كان متأجر لواحد شغال في الدعارة. الراجل ده في التحقيقات قال انه كان مأجر الأوضة دي لسكينة، الأوضة اللي لقوا فيها العظام البشرية، ده غير ان في مخبر لاحظ ان في ريحة بخور قوية طالعة من بيت رايا، ولما سألها عن سبب البخور قالت عشان تضيع ريحة الرجالة السكرانين اللي بيجوا زباين لأختها. لكن الشرطة ما يدخلش عليها الكلام ده، ويطلع أمر بتفتيش البيت، ولقوا ان في اوضه بلطها جديد عن باقي البيت، وفي ريحه عفونه طالعه منها، وهنا لقوا جثه ست للمره الثالثه، وتقرر الشرطه انها تقبض على رايا وسكينه. هنا تعترف رايا بكل جرائمها. البيت كان مليان بجثه الضحايا، ده غير الذهب اللي لقوه واللي ثمنه وصل ل 120 جنيه، وده كان مبلغ وقتها، ده غير الذهب اللي لقوه في بيت كل واحد من العصابه. بتقول الحكاوي ان بديعه بنت رايا كانت اهم شاهد في القضيه. بديعه في الاول طلبت الامان من الشرطه لانها كانت خايفة ان خالتها تقتلها، ولما خدت الامان شهدت بكل حاجة شافتها، سواء استدراج الستات او قتلهم على ايد الرجالة. يوم 16 مايو سنة 1921 يصدر الحكم باعدام رايا وسكينة ومعاهم ازواجهم واتنين من البلطجية، اما الصايغ اللي كان بيشتري منهم المجوهرات فاخد 5 سنين سجن. وبكده رايا وسكينة كانوا اول ستات يتحكم عليهم بالاعدام في تاريخ مصر، لان الدستور المصري قبلها كان بيمنع اعدام الستات. ونروح لمشهد الاعدام اللي كان رهيب. اول مرة يتم تعديل قانون جنائي بمرسوم ملكي. رايا بتواجه حبل المشنقة بملامح باردة وضحكة ساخرة. عشماوي نفسه كان مصدوم من المنظر، المكان ده أدخن واحد بيبقى واقف مرعوب.
دي اول ست هتتعدم ومش باين عليها اي مشاعر. ده غير سكينة اللي صدمته لما قالت له يلا يا اخينا خلص شغلك. ده غير حاجة غريبة سمعها الضابط من ريا، حاجة غريبة على اي ام لما كانت بتقول لبنتها في اي زيارة لما كانت بتزورها تعالي تشنقي مكاني. ريا وسكينة اتعدموا، لكن القصة لسه ما خلصتش. سنة 2015 يخرج علينا المؤلف احمد عاشور، المؤلف اللي قال على صفحته الشخصية انه توصل لبراءة ريا وسكينة. عاشور قال انه كان شغال في فيلم وثائقي لشركة اجنبية وقدر يوصل لمعلومات تشككه في القضية، وان في تناقض في المستندات، وان الانجليز لفقوا ليهم القضية لانهم كانوا شغالين مع الجهاز السري لثورة 19. ناس كتير صدقت الرواية دي، خصوصا ان احنا عارفين ان التاريخ بيكتبه المنتصر، فالناس اتعاطفت مع ريا وسكينة. لكن احمد عاشور ما طلعش وثيقة واحدة تثبت كلامه. احمد خرج اكتر من مرة في الاعلام وكل ما حد يسأله عن الوثائق او المستندات يقول هيظهر في الفيلم. تعال بقى نتكلم في حوار البراءة واحدة واحدة. الاحكام العرفية كانت مفروضة في مصر من سنة 1914 لحد سنة 1922، ودي كانت بتسمح بمحاكمة المصريين عسكريا قصاد محاكم انجليزية. وفعلا في مصريين كتير اتعدموا ظلم بسبب المحاكم دي، زي محاكمة دنشواي ومحاكمة عبد الرحمن فهمي. ده غير ان كان في اوقات بتحصل اغتيالات بشكل مباشر، خصوصا للي كانوا بيشتغلوا او بيعملوا عمليات ضد الاحتلال الانجليزي. وفي شخصيات تعرضت للنفي خارج مصر زي سعد زغلول. خد الكبيرة بقى، الانجليز خلعوا عباس حلمي الثاني من حكم مصر وجابوا مكانه عمه. الانجليز كانوا مسيطرين على البلد كلها وما كانوش محتاجين يلفقوا قضايا ولا يجيبوا عياله زي بديعه تبقى شاهده على جرائم القتل، ولا حتى يعملوا تضليل بسبب ثوره 19، لان قضيه ريا وسكينه بدات سنه 1920. وقتها سعد زغلول كان قاعد وبيتفاوض مع الاحتلال الانجليزي، فما كانش فيه سبب لاختراع القصه دي حتى لو كانوا ملفقين القضيه. كان هيحصل زي اللي حصل في دنشواي، كنت هتشوف تفاعل شعبي، لكن ده ما حصلش مع ريا وسكينه. وزي ما قلت انا في اول الحلقه، في اكتر من عمل درامي اتعمل عن ريا وسكينه، واغلبهم كان بعد رحيل الاحتلال الانجليزي. مفيش ولا فيلم اتكلم عن روايه احمد عاشور، ده غير اول عملين للقضيه. العمل الاول كان مسرحيه لنجيب الريحاني، والمسرحيه اتعملت بعد 3 سنين من القضيه، يعني كانوا ناس معاصرين للحادثه. وحتى الافلام اللي اتعملت سنه 53 او سنه 55 ابطالها كانوا معاصرين للقضيه، يعني لو كانوا ابرياء او في تضليل كانوا اتكلموا، لكن ده ما حصلش. وفي النهايه احنا مستنيين فيلم احمد عاشور، يا ترى هيقدم ادله جديده ولا هيبقى كلام من وحي خياله؟ ولحد هنا خلصت حلقتنا. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناه وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. ولو عجبك المحتوى اللي بنقدمه تقدر تنتسب للقناه من الزرار اللي موجود تحت الفيديو، ومن خلاله تقدر تدعم القناه ماديا ونقدم المحتوى بجوده احسن. كان معاكم احمد عوض، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.